نعم فضيلة الشيخ، بالنسبة للصلاة على سطوح الحرم المدني، علما بأن الصفوف غير متصلة فوق السطوح. الحرم المدني نعم، فتحت هذه الأيام الأخيرة. سطوح؟ نعم. على كل حال، الصلاة على السطوح في الحرم المدني كالصلاة على السطوح في الحرم المكي، وكذلك في بقية المساجد، أي أنه لا بأس بذلك. وأما اتصال الصفوف فالذي ينبغي الإنسان إذا جاء أن يبدأ أولا بالمكان الذي فيه الإمام، فلا ينزل إلى القبوات ولا يصعد إلى السطوح إلا إذا وجد أن المكان الذي فيه الإمام قد ملئ. نعم.